اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد، كما ينبغي لك أن تحمد. لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد على التمام، ولك الحمد على البلاغ، ولك الحمد على الصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن. اللهم لك الحمد أن سلمتنا رمضان ونحن في أحسن حال، فلك الحمد على هذه النعمة. اللهم لك الحمد أن أعنتنا على الصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر، وتقبل منا دعواتنا يا الله يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. نطرق بابك ونستمطر رحمتك، فلا تردنا خائبين. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. اللهم ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وتأكدت فجيعة الفراق، وحكم القضاء فليس من واق. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، إلى ربك يومئذ المساق، وداعا أبديا للدور والأسواق والأقلام والأوراق، إلى من تذل له الجباه والأعناق. اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، وانقطع عنا النسيم، وقيل ما غرك بربك الكريم. اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفع جاه ولا مال ولا عيال، وحال الحال، وليس إلا فضل الكبير المتعال. واشفع يا رب فينا المصطفى، واجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى. يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. وداعا يا أجمل الشهور،
وداعا يا شهر الخير والبركة، وداعا يا شهر القرآن، وداعا يا شهر العتق من النيران. اللهم اجبر كسرنا على فراق هذا الشهر، اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة رغيدة، ونحن ننعم بنعمك وآلائك يا كريم يا ذو الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا مصرف القلوب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك، ومن الشقاق والنفاق، وسوء الأخلاق، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر لنا سيئاتنا كلها، وتقبل منا حسناتنا، وارفع درجاتنا، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تهدينا للهدى، وأن توفقنا للتقوى، وأن تأخذ بأيدينا إلى ما تحبه وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا انصرنا وانصر جميع المسلمين، وانصرهم على أعداء الدين،
اللهم مزقهم كل ممزق، وشتتهم كل مشتت، واجعل الدائرة عليهم، وانصرنا عليهم، وامحو آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، وأردد كيدهم في نحورهم، وأعذنا من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افعل بهم كما فعلت بثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم سوط عذاب، وحل بينهم وبين ما يشتهون، وافعل بهم كما فعلت بأشياعهم من قبل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا استخلفنا في أرضك كما استخلفت من قبلنا من عبادك الصالحين، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، وأبدلنا بخوفنا أمنا، وبذلنا عزا، وبتفرقنا وحده، وبفقرنا غنى، واجمعنا على كلمتك، وألف بين قلوبنا بطاعتك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم أغننا بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن الآثام، وبك عمن سواك. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك، ونعول في إجابة دعاءنا عليك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أحبابنا من النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، طبقا غدقا، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، تدر به الضرع، وتنبت به الزرع، وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم من الأولاء والجهد. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وامددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات، واجعل لنا أنهارا. اللهم أغث عبادك، واسق بهائمك، وأحي بلدك الميت،
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انشر فينا رحمتك وأسبغ علينا نعمتك ووفقنا لشكرها ولا تجعلنا من الكافرين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من العجب والغرور ونعوذ بك من كل الشرور ونعوذ بك من كل خوان كفور يا عزيز يا غفور. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأعظم لنا نورا يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمستضعفين عونا في كل مكان. اللهم كن لهم عونا في فلسطين. اللهم مكنهم على عدوك وعدوهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.